اللي نقدروا نقولوا يعني نسبيا ان مجموعه من المواطنين والمواطنين يعني انخرطوا يعني منذ البدايه ديال الحمد تلقاه يعني استجابه يعني لهذا النداء الوطني ان الكل انه كان معبئ. ويعني اليوم ما تنشوفوا يعني ولاش اجباريه ديال يعني هذا الجواز في مجموعه من الفضاءات و يعني مع اختلاف الاراء واختلاف يعني التوجهات حول هذه البطاقه. يعني اليوم كاين اقبال يعني في هذه الفتره الصباحيه على هذه المراكز ديال التلقيح يعني من جديد. يعني كاين نسبه اللي جات انها دير غير التلقيح يعني الجرعه الثانيه، كاين اللي جا يدير الجرعه الثالثه، وكاين اللي جا اول مره نظرا انه ولات مفروضه يعني داخل العمل وخاصه يعني في مجموعه من المرافق العموميه. يعني انا بالنسبه لي هذا مؤشر ايجابي يعني للمواطنات والمواطنين انهم منخرطين في هذه العمليه. هي فيكو في الاول ما كانوش الناس باغيين يديروا الفاكسان، فهمتي؟ ديتو فهمتي ما كانش الناس كاع باغيين يديروا الفاكسان. كتقول لي فلان سير دير الفاكسان، كيقول لك لا انا الفاكسان ما عرفناش شنو داير لينا فيه، ما عرفناش شنو فاعلين لينا فيه، ما عرفناش. ولكن مني ولات الاجباريه ديال الفاكسان، يعني لما ما عندكش الحق تمشي تريح في قهوه وما عندكش الحق انك تدخل ليزيسباس فيرمي بدون باس فاكسينال، يعني ما الناس فهمتي. انا داكشي اللي كنشوف حنا دابا عندنا هنا في السوسيو شرباوي، حنا عندنا اقبال كبير بزاف فهمتيني. يعني واش الناس خايفه من 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 انهم يتانفيكتاو بكوفيد 19 ولا واخدينها جاو يديروا الفاكسان غير على وديت لاكارت؟ ما عرفناش علاش. درت اللقاح الاول، درت الثاني ودرت الثالث، مفيد. وانا ضد ديك الفكره الانسان يقول لك لا ما نديرش ما نلقحش، لان علاش ما كانوش لقحوا شحال هادي؟ الله يهديهم. كانوا ملي كانوا يسمعوا مصلحه لينا مصلحه ليهم ولينا كانوا يجيو يلقحوا. مي دابا الحمد لله باش ما يكونوش الامراض ما يكونوش، ولكن ديك شهاده اللقاح تتكون مزيانه مفيده لينا وليهم. اي واحد ما لقحش بغيتو يلقح، لان درت الاولى ودرت الثانيه والحمد لله انا بخير، في عمري 68 سنه الحمد لله بخير وعلى خير. هاد الناس اللي جاو اليوم باش يلقحوا كما قلت لك عندهم عمل مستقر، يعني اليوم ملي مشاو لمراكز ديال العمل ديالهم منعوا عليهم انهم باش يدخلوا من غير هذاك جواز تلقيح. ولكن الناس اللي ما عندهمش عمل راه ما غاديش يلقحوا، كاين بزاف انهم ثاني على التلقيح. يعني ملي كتهضر معاه تيجي ان التلقيح راه شي حاجه اللي هي بيزار، واخا تعيا ما تشرح ليه تتجي شي حاجه بيزار، لانه هو ما تيمشيش للادارات العموميه او عنده واحد العمل مستقر اللي غادي يفرض عليه باش انه يمشي وغادي يدير هذاك التلقيح.